سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية: الميليشيا الحوثية في طريقها للاندثار وستحاسب على كل الدماء التي أهدرتها. رئيس الوزراء: السلام الحقيقي يبدأ بإزالة الانقلاب وكف يد إيران عن التدخل في شؤون اليمن. قوات الجيش الوطني تحرر مرتفعات هامة في جبهة كرش وتتقدم غرب مديرية ناطع بالبيضاء. تفاصيل الأنباء يستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي اليوم أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، واستعرض اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن وما يعانيه أبناء الشعب جراء تداعيات الحرب الانقلابية للميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران وما خلفتها من معاناة إنسانية طالت حياة العزل والأبرياء وتجنيد الأطفال والإمعان في حصار المدن وتدمير مؤسسات الدولة. وقال رئيس الجمهورية إن الميليشيا الحوثية لا تؤمن بالتعايش والسلام ولا تجيد إلا لغة السلاح، وهذا ما أكدته تجارب الحوار ومحطاته المختلفة. وأكد رئيس الجمهورية أن الشعب اليمني يرفض التجربة الإيرانية التي تدعمها وتمولها عبر ميليشيا الحوثية الانقلابية وسيقف ضدها بشكل مستمر. من جانبه جدد العثيمين التزام منظمة التعاون الإسلامي الثابت بدعم الحكومة الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن. أشاد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بالبطولات التي يسطرها أفراد المقاومة الشعبية في صنعاء إلى جانب أبطال الجيش الوطني في سبيل تحرير العاصمة صنعاء من ميليشيا الانقلاب. وأكد رئيس الجمهورية خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء الشيخ منصور الحنق بأن الميليشيا في طريقها إلى الاندثار، وبأن إقامة اليمن الاتحادي واستعادة الدولة هو خيار لا رجعة عنه مهما كانت الصعاب والتضحيات. وقال رئيس الجمهورية إن الميليشيا دمرت اليمن ويجب أن تحاسب على دماء اليمنيين التي أهدرتها لتنفيذ مخططاتها التخريبية التي تخدم إيران وتهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة. وأكد رئيس الجمهورية بأن تضحيات اليمنيين لن تذهب هدرا وستتوج بدحر الميليشيا والقضاء عليها. وثمن الدعم الأخوي والإسناد السخي الذي تقدمه دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية. ترأس نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر اليوم اجتماعا لفريق العمل الأمني المنبثق عن مجموعة أصدقاء اليمن. وأشاد نائب الرئيس بجهود الفريق وإسهامه الكبير في التنسيق ودعم الوحدات العسكرية اليمنية ورفد اليمن بالخبرات والدعم اللوجستي في مختلف المجالات البرية والبحرية والجوية وعلى صعيد محاربة الإرهاب ووقف أعمال التهريب. وقال الفريق الأحمر إن بناء المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية هدف الرئيس وطريق لإرساء الأمن وحماية اليمن ومصالح الأشقاء والأصدقاء والإسهام في السلم الدولي الذي يسعى الحوثيون لتهديده. وأشار الفريق الأحمر إلى مساعي الميليشيا الانقلابية الرامية لتجويع المواطنين واستهداف الملاحة الدولية وخطابهم التعبوي ضد أبناء اليمن والأشقاء وسعيهم لتشكيل جيش طائفي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. قال نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر إن الشرعية حريصة على إحلال السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وكذا قرار مجلس الأمن الدولي 22/16. وأكد الفريق الأحمر خلال لقائه بالسفير البريطاني لدى مايكل أرود دعم القيادة السياسية المستمر لجهود الأمم المتحدة ممثلة بمبعوث أمينها العام مارتن جريفيث. وأشار الفريق الأحمر بالجهود التي بذلها السفير البريطاني السابق وثمن دعم المملكة المتحدة للشرعية ورفضها للانقلاب
ومساندتها لأبناء الشعب اليمني. وأطلع نائب رئيس الجمهورية السفير البريطاني الجديد على مجمل الأوضاع في اليمن وما يعانيه المواطن اليمني من انتهاكات على يد ميليشيا الانقلاب المدعومة من إيران. بحث رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مع السفير البريطاني الجديد لدى اليمن مايكل أون الأوضاع على الساحة الوطنية ومستجدات الجهود الأممية والدولية المبذولة للوصول إلى حل سياسي لإنهاء الحرب والتأكيد على الحرص المشترك لإنجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن جريفيث، وأعرب عن تقدير الحكومة والشعب اليمني للجهود والتحركات التي يبذلها الأصدقاء في المملكة المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وحرصهم على إنفاذ المرجعية المتوافق عليها محليا ودوليا كأساس للحل السياسي وإنهاء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الانقلاب. وقال رئيس الوزراء إن السلام الحقيقي والعادل يبدأ من إزالة الانقلاب وكف يد إيران عن التدخل في شؤون اليمن والمنطقة العربية. وأكد رئيس الوزراء بأن العدوان الحوثي على اليمنيين يجب أن يتوقف سواء بانصياعهم للحل السياسي وتنفيذ المرجعيات أو استكمال الحسم العسكري. وأشار رئيس الوزراء إلى أن تدخل إيران في اليمن هو أساس وجذر المشكلة، واستمرار دعمها للحوثيين بالأسلحة والدعم العسكري والمادي والمعنوي يفرض على المجتمع الدولي التعامل الجاد في السلام والاستقرار في اليمن، فالسلام والاستقرار في اليمن ضرورة وطنية وعربية ودولية. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلفي إن الحكومة تتطلع للعمل مع المبعوث الأممي الجديد من أجل تحقيق السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا ودوليا وعربيا. واستعرض المخلفي مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث جولات المشاورات السابقة وكيف أفشلت ميليشيا الانقلاب في كل مرة ما كان يتم التوصل إليه من اتفاقات. وقال وزير الخارجية إن الحكومة تنتظر أن يتم تنفيذ خطوات جدية للتهيئة للدخول في مشاورات شاملة تفضي لتحقيق سلام مستدام. من جهته أكد المبعوث الأممي إلى اليمن أنه لن يدخر جهدا في العمل على تسيير وتهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى اتفاق سلام قائم على المرجعيات المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخارجية وقرارات مجلس الأمن. دعا وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكري المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى استيعاب التقارير التي أرسلتها الوزارة بشأن انتهاكات وتجاوزات ميليشيا الانقلاب بحق المدنيين في اليمن. وأكد عسكر أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان قد بذلت ولا تزال تبذل جهودا جبارة رغم الظروف القاسية والمعقدة التي تعمل فيها، وأعرب عن أمل الوزارة في أن تحظى بدعم ومساندة من مكتب المفوض السامي والمجلس الموقر حتى تؤدي مهمتها بما يحقق النزاهة والاستقلالية وكشف الحقيقة للوصول إلى المحاسبة والإنصاف باعتبارها آلية وطنية يجب الحفاظ عليها. وشدد وزير حقوق الإنسان على ضرورة دراسة الأسباب التي أدت إلى الوضع الكارثي في اليمن وليس الاكتفاء بالنظر في النتائج، مؤكدا أن الوضع الإنساني في اليمن يتطلب مزيدا من الاهتمام. التقى السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر اليوم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث في العاصمة السعودية الرياض. وقال حساب السفارة السعودية على تويتر بأنه تم خلال اللقاء بحث الوضع الراهن في اليمن وسبل دعم المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي في اليمن مبني على المرجعيات الثلاث المبادرة الخارجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن. قال مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي إن قرار انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل كان له دور كبير في الدفاع عن اليمن وتحريرها وكذلك في الدفاع عن دول الجوار بشكل عام. وأوضح المقدشي في تصريح نقلته صحيفة البيان الإماراتية بأن التدخل العربي جاء بعدما كان اليمن على مشارف السقوط بالكامل في المشروع الإيراني وعلى وشك الخروج من المحيط العربي. وأشار الفريق المقدشي إلى أن المشروع الإيراني لا يستهدف اليمن وحسب بل يستهدف المنطقة العربية برمتها. ونوه المقدشي بما حققه التحالف العربي خلال السنوات الثلاث الماضية حيث حرر غالبية التراب اليمني وقال إننا اليوم
نقف على أطراف صنعاء وصعدة وسنكون قريبا في قلب العاصمة صنعاء. تمكن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من السيطرة على مرتفعات هامة في جبهة كرش بعد مواجهات عنيفة اليوم مع الميليشيا الانقلابية، وحي اللواء فضل العمري انتصارات الجيش الوطني المتلاحقة ضد الميليشيا الانقلابية المتمردة، وقال إن الانتصارات العسكرية تأتي كنتاج طبيعي للمعنويات العالية التي يتمتع أبطال الجبهة والدعم والإسناد من دول التحالف العربي. إلى ذلك قال ناطق المنطقة العسكرية الرابعة بأن الجيش الوطني والمقاومة نفذ عملية عسكرية نوعية تكللت بالسيطرة على مرتفعات الكعيدات والتويمات وساقية الحبي وساقية الجيش القريبة من منطقة الشريجة. وأوضح النقيب بأن ضربات مقاتلات التحالف العربي كانت عنصرا محوريا في نجاح العملية العسكرية التي أشرف عليها قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن العمري بشكل مباشر. تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها، حيث تمكنت من تحرير مواقع جديدة غرب مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثية. معركة جديدة تخسرها ميليشيات الحوثي في البيضاء، المحافظة التي تحولت إلى كابوس مزعج يؤرق الميليشيات كل يوم. خلال الساعات الماضية حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما جديدا في مديرية ناطع، حيث تمكنت من تحرير جبل الحديدة وجبل الأعوج وشعب البير وأجزاء من قرحة لبان على السلسلة الجبلية الفاصلة بين مديريتي ناطع والملاجم، بعد معارك مع ميليشيا الحوثي كبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. كانت المعركة في الميمنة من الجبهة، تم السيطرة على موقع باعرف وعلى الحديدة، والآن تعتبر مديرية ناطع يعني مطهرة من الميليشيات الحوثية بالكامل. الآن المعارك مستمرة على الذي هي موقع فضحة، الذي هو يعتبر موقع استراتيجي بالنسبة للعدو، يمون ثلاث مديريات. يعتبر موقع فضحة بالنسبة للحوثيين أن يمون ثلاث مديريات، ثلاث جبهات، جبهة ناطع وجبهة بيحان وجبهة البيضاء. الآن المعارك مبتدية على المديرية الثالثة من محافظة البيضاء وهي مديرية الملاجم. سيطرة قوات الجيش والمقاومة على سلسلة جبال الظهر مكنها من السيطرة ناريا على منطقة فضحة بمديرية الملاجم التي تتخذها الميليشيات معسكرا استراتيجيا لها، كما أصبح الطريق الإسفلتي المؤدي من فضحة إلى عقبة القندة بمديرية نعمان والذي يربط بين البيضاء وشبوة تحت سيطرة نيران الجيش والمقاومة، وهو ما سيقطع الإمداد عن ميليشيا الحوثي التي تتمركز أعلى عقبة القندع ويسهل من استكمال تحرير باقي مناطق مديرية نعمان. بإذن الله تنتقل المعركة من هذه المناطق التي سيطرت عليها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى أطراف إلى مناطق وحدود الملاجم ابتداء بفضحة، وبإذن الله سنستمر في المعركة والنصر قريب. تستميت ميليشيا الحوثي في البقاء في البيضاء وتدفع بالتعزيزات العسكرية المتواصلة إلى جبهات القتال في محاولات بائسة لمواجهة وكبح تقدم الجيش والمقاومة، لكن تعزيزاتها سرعان ما تتلاشى، إذ تحولت هذه الجبال والشعاب إلى محرقة للميليشيا الانقلابية تبتلع أفرادها وآلياتها. خسائر العدو كثيرة كما تشاهدونها، جثثهم مرمية في كل الشعاب وطقومهم خلفهم، وإن شاء الله أيام قليلة وهنا في أماكن أخرى. تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة التقدم لتحرير ما تبقى من المناطق هنا والانتقال لتطهير مناطق البيضاء والبلاد كافة، متسلحين بإرادة مقاومة ترفض الضيم وتضحي بالقالي والنفيس دفاعا عن الحرية والكرامة. فهد الطويل، قناة سهيل، البيضاء. تمكنت الحراسة الشخصية لرئيس عمليات اللواء 83 مدفعية من ضبط مسلح حاول اغتيال رئيس العمليات العقيد أحمد سمنان بإطلاق النار عليه مباشرة من بندق كلاشينكوف. وأوضح عمليات اللواء بأن الجاني كان قد بدأ بفتح أمان بندقيته وصوبها باتجاه العقيد سمنان، لكن أحد الحراسة لاحظ الجاني
وهرع مع زملائه لإلقاء القبض عليه قبل أن يتمكن من إطلاق النار. وكان العقيد سمنان قد تعرض لمحاولة اغتيال سابقة بعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الانقلاب في طريقه، واستشهد على إثرها 4 من مرافقيه. كما أصيب سمنان في ذراعه الأيمن وهو يقود هجوما على الميليشيا بجبل التهامي في يعيش. ودانت قيادة اللواء 83 هذه الحادثة مؤكدة أنها لن تسمح بالمساس والتطاول على أحد من ضباط اللواء. أحبطت قوات الجيش الوطني في اللواء 83 مدفعية هجوما للميليشيا المتمردة على مواقع الجفينة وأطراف يعيس، وكبدتها العشرات من القتلى والجرحى. إلى التفاصيل. نحن الآن في وقت متأخر من مساء هذه الليلة، حيث تشهد هذه المناطق مواجهات عنيفة جدا مع ميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة أطراف منطقة يعيس. أبطال الجيش الوطني يخوضون في هذه الأثناء غمار مواجهات عنيفة جدا، كما تسمعون أصوات الرصاص. ننقل لكم الصورة من الخطوط الأمامية للمواجهات في هذه الجبهة المشتعلة، وهي جبهة مريس بمحافظة الضالع. كما تلاحظون الميليشيات تحاول التقدم وتشن هجوم عنيف، ولكنها تواجه بمقاومة شرسة. أبطال الجيش الوطني ينتشرون في مختلف الثكنات ويواجهون بكل بسالة وإصرار وتحدي، ويمنعون زحف الميليشيا باتجاه هذه المنطقة. المعنويات مرتفعة جدا، كما نلاحظ رجال الجيش الوطني المنتشرين في هذه الأودية وفي الشعاب وفي التباب وفي مختلف المواقع، يتعهدون بالوفاء لدماء الشهداء ويصرون بعزيمة تعانق هذه الجبال الراسية، أنهم لن يدعوا هذه الميليشيات تتقدم حتى خطوة واحدة وتمر باتجاه إقليم عدن. بكل بسالة وبكل شجاعة وبكل إصرار يواجه أبطال الجيش الوطني هذه الميليشيا الكهنوتية الإمامية كما يقولون. ونحن ما زلنا ننقل الصورة مباشرة من الخطوط الأمامية كما أشرنا، وننتظر نتائج هذه المواجهات. ما الذي أسفرت عن كم سقط من الميليشيات؟ يبدو أن هناك قتلى كثير من الميليشيا التي حاولت التسلل إلى أطراف منطقة يعيس. كما يبدو أيضا أن هناك انكسار مريب لهذه الميليشيات التي تحاول وللمرة فوق المرة 100 الزحف، ولكنها تواجه بمقاومة شرسة وتواجه بتصدي كبير من قبل أبطال الجيش الوطني. فوزي المريسي، قناة سهيل، من منطقة يعيس بمحافظة الضالع. إلى ذلك، تمكنت قوات اللواء 4 احتياط المرابطة في المحور الغربي لجبهة مريس بالضالع من كسر هجوم آخر شنته الميليشيا الحوثية بالتزامن مع هجومها على يعيس. نتابع. معركة عنيفة شهدها القطاع الغربي لجبهة مريس بالضالع استمرت 4 ساعات متواصلة من مساء أمس الأربعاء وحتى فجر اليوم الخميس. تمكن خلالها أبطال اللواء 4 احتياط من كسر هجوم عنيف شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية على أطراف منطقة الرحبة. مصدر عسكري في اللواء 4 احتياط أكد سقوط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي الانقلابية، واستمرت جثثهم مرمية في شعاب المنطقة حتى جرى انتشالها في وقت مبكر من صباح هذا اليوم. هجوم الميليشيات على الجهة الغربية من منطقة مريس تزامن مع هجوم آخر شنته الميليشيات أيضا على مواقع الجفينة وأطراف يعيس، لكن هذا الهجوم هو الآخر انكسر أمام صمود رجال الجيش الوطني. طيران التحالف العربي حلق في أجواء المنطقة يراقب تحركات الانقلابيين، ولمدة أكثر من ساعة، الأمر الذي أربك الميليشيات وأجبرها على التراجع تحت ضربات مدفعية قوات الجيش الوطني.
وصمود أبطاله في خط المواجهات. فوز المريسي، قناة سهيل، الضالع. لقي 8 من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة مصرعهم وجرح آخرون في غارة لمقاتلات التحالف العربي على أحد مواقع ميليشيا الانقلاب جنوب شرق ميدي. وكانت المقاتلات الحربية قد شنت خلال اليومين الماضيين 10 غارات على كل من جبهتي حرض وميدي. إلى ذلك وصلت مدفعية الجيش الوطني استهدافها لمواقع الميليشيا في مناطق متفرقة من ميدي. طالت جرائم ميليشيا الانقلاب كل الشرائح الاجتماعية في محافظة الحديدة دون أن تستثني أحد، وقد استهدفت مؤخرا الرياضيين وقتلت لاعب الكرة الساحلية عبد الله البزاز، والذي صار نعشه ثورة غضب ضد الميليشيا في مدينة الحديدة. نتابع. في موكب جنائزي مهيب مفعم بغضب عارم شيع الآلاف من الرياضيين ومحب الشهيد عبد الله قائد البزاز لاعب كرة القدم في نادي الهلال الساحلي بمدينة الحديدة، ابن 23 ربيعا، بعد أن قتله القيادي في ميليشيات الحوثي المدعو أبو المعارك أمام منزله في حي غليل بمدينة الحديدة. هتف المشيعون بمطالبهم في القصاص العادل. اغتالت الميليشيات الطموح والموهبة الكروية، إذ كان البزاز من اللاعبين ذوي الأخلاق العالية والمهارات الكروية الجديدة. كان ينتظره مستقبل كروي زاهر مع رفاقه في نادي الهلال الساحلي وكرة القدم اليمنية، ليجهز قيادي حوثي على طموح وأحلام هذا الرياضي المترع بالبراءة والطموح والإبداع. لم يرحم القتلة يتمه ودموع أمه وأشقائه وأصدقائه بعد أن غادرهم والده منذ سنوات بمرض عضال، ليأتي قاتل يحظى بدعم المعضلة الحوثية التي حلت في الحديدة لتختطف روح هذا الشاب، تاركة القتلة يسرحون ويمرحون ويقتلون، وحولت الحديدة إلى قبور ومآتم ودموع وجنائز. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة. قال المركز الإعلامي لكتائب الزرانيق التابعة للجيش الوطني في الساحل الغربي بأن مجموعة من رجالها داهمت يوم أمس مزرعة شرق مفرق منطقة السقم بالقرب من مديرية حيس، كانت الميليشيا تتخذها منطلقا لشن هجماتها على أفراد المقاومة. وأوضحت المصادر بأن أبطال الزرانيق تمكنوا من السيطرة على الموقع وتمشيطه وقتل 2 من عناصر الميليشيا الانقلابية وجرح 3 آخرين. وكانت مقاتلات التحالف العربي قد استهدفت بغارات أخرى مواقع تابعة لميليشيا الانقلاب. بعد 3 سنوات من الحرب والحصار والدمار، حولت ميليشيا الحوثي المدخل الشمالي لمدينة تعز إلى منطقة أشباح يسكنه الخوف والجوع والفقر والحرمان، حيث غادر أغلب السكان المكان، فيما أصبح من اضطر للبقاء هدفا لنيران ميليشيا الانقلاب. نتابع. أنا المدخل الشمالي لمدينة تعز، وتحديدا حارة الشجرة وحارة الكهرباء قرب تمركز ميليشيات الموت والدمار الحوثية. هجرت السكان من منازلهم وأفرغت المدارس من الطلاب، ولم تترك منزلا أو بناية إلا ووجهت إليه أسلحتها المختلفة، وتركت الدمار في كل زاوية من هذه المنطقة. لا في لا ما ولا في بيغاثات. هذا ابني أحد الأطفال، تعال قنص هنا أحد الحواتح، أنا قنصنا هنا، زوجتي قنص لك كسل الرجل حقه، ها أنا شديد الضرب، قذاف هو الحارة حقنا بقذاف الأهلون بيضربوا بمضط 23 لا هنا، أنا لا في أي منظمة ما صلت لهنا المنظمات إلا بنادرا بعض الحين توصلت مرسيكور لهنا، لا في لا ماء، احنا بسطاء الماء هذا شوف القس كان يسعى الحريم يجيب ما من هناك يقنص لنا الحواتم بنت محمود دايل. من تبقى من السكان ولم يستطع النزوح منع قناص الميليشيات عنهم الماء والغذاء والحركة، ودخولهم وخروجهم اليومي مجازفة ومغامرة. راح ضحيتها الكثير من المدنيين وهم يحاولون إيصال المياه أو القوت الضروري لأسرهم.
ضرب وقصف وقنص واصل دائما يعني للمنازل، قذائف عشوائية لا ندري يعني ايش ذنبنا. احنا مواطنين كمواطنين يعني عايشين في بيوتنا امنين، قد طردنا من محلاتنا يعني كنا نشتغل الحمد لله، طردنا من المحلات حقنا ونهوب المحلات حقنا، وبيوتنا مضروبة الان. شوف الامار كيف وقذائف واصل قانس، ما نقدرش نتعدي على الخط هذا ولا ندي لنا حتى شوية ما يعني نشرب. الشعب كله خصمهم، المنطقة هذه هم يصنفوا اي واحد باقي انه خلاص خصمهم، ونحن مستميتين لن نخرج من بيوتنا الا الى المقابر، هكذا هو. لا نريد ان نخرج من بيوتنا ابدا. الطفل محمد احد ضحايا القنص اليوم للسكان، وغيره الكثير من اطفال المنطقة وخاصة الطلاب منهم، تجعلهم الميليشيات هدفا لها كونهم فقط من ابناء تعز وسكانها، فلا يفرقون بين مدني وطفل وامرأة او حتى دور عبادة، كل شيء مستباح، فالميليشيات لا تعرف أخلاقا للحرب أو احتراما للمدنيين. وهذا المدخل كغيره من مداخل المدينة لا يسكنه إلا الدمار وقذائف الموت. التقى وكيل محافظة سقطرى رمزي محروس يوم أمس بالوكلاء وقيادة اللجنة الأمنية والعسكرية في المحافظة، وفي بداية اللقاء ترحم محروس على المحافظ السابق وأشاد بدوره الفاعل في خدمة المحافظة، وقال إن رئيس الجمهورية كلفه بقيادة المحافظة في ظل الظروف الحالية، وأكد اللقاء على ضرورة الحفاظ على أمن المحافظة والاستمرار في عملية التنمية والتنسيق مع كل الجهات الداعمة وخاصة الأشقاء في التحالف العربي. ووقف اللقاء أمام الوضع الأمني والعسكري في المحافظة والإجراءات التي يتوجب اتخاذها خلال الفترة القادمة لتعزيز اليقظة الأمنية والعسكرية بمختلف الوحدات الأمنية والعسكرية المنتشرة في عموم المحافظة. وحث محروس الجهات الأمنية والعسكرية على العمل بروح الفريق الواحد والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة. ناقش نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع ممثلي حكومة الأطفال، ناقش الصعاب التي تواجهها. وفي اللقاء رحب الميسري بممثلي حكومة الأطفال وأكد دعم الحكومة الشرعية لحكومة الأطفال والوقوف بجانبها من أجل تحقيق أهدافها والنهوض بأجيال الغد وصناع الأمل. زار فريق الصليب الأحمر الدولي يوم أمس الإدارة العامة لشرطة محافظة مأرب، وبحث مع مدير عام شرطة مأرب العميد عبد الملك المدني العديد من القضايا التي تندرج ضمن برنامج الزيارة، وثمن العميد المدني الجهود والإدارة الإنسانية التي تبذلها منظمة الصليب الأحمر، وأكد بأنها ستعمل على تقديم كافة التسهيلات الكفيلة لقيامهم بمهامهم الإنسانية في محف محافظة مأرب. بدوره عبر فريق الصليب الأحمر عن ارتياحه لما لمسه من أمن واستقرار تشهده محافظة مأرب. أقامت رابطة أمهات المختطفين في مأرب فعالية تكريمية للمرأة اليمنية المناضلة تحت شعار أمهات على أبواب السجون، وذلك بهدف تسليط الضوء على معاناة الأمهات وجعل قضية المعتقلين والمخفيين قسرا في صدارة القضايا الوطنية. متابع. يأتي عيد الأم في 21 من مارس وأمهات المختطفين والمخفيين قسرا في سجون ميليشيات الحوثي يكابدن آلام الفراق ويتجرعن غصص البعد بعد أن أحالت الميليشيات حياتهن إلى حزن وانتظار. وتأتي الفعالية التكريمية التي أقامتها رابطة أمهات المختطفين في مدينة مأرب تحت شعار أمهات على أبواب السجون تكريما للأمهات وتضامنا مع قضيتهن في يوم عيدهن، وتخفيفا لمشاعر الأسى التي تعيشها الأمهات والأسر التي نكبت باختطاف الميليشيات لأبنائها. تقوم اليوم فعالية بمناسبة عيد الأم وتهتم بنشر قضية الكل يتغافل عنها أو يتجاهلها أو يتناساها، وهي قضية أم المختطف الذي يكن صدرها الآن الحزن والألم في هذا اليوم الذي هو يوم عيدها، وابنها في سجون الحوثي تتمنى رؤيته، تتمنى أن تلمسه أو تحتضنه إلى صدرها.
في الفعالية عبرت الرابطة عن تضامنها مع أمهات المختطفين، وأكدت مواصلة أنشطتها وفعالياتها المطالبة بإطلاق المختطفين والمخفيين قسرا، ودعت الحكومة والمنظمات المحلية والدولية لجعل هذه القضية من أولوياتها لما يعانيه المختطفون من ظروف صعبة في سجون الميليشيات. لقد سعت رابطة أمهات المختطفين منذ تأسيسها إلى حسن الجهود المحلية والخارجية الحكومية الإعلامية والاجتماعية لإطلاق سراح المختطفين والمخفيين القسرى وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية الطبيعية. فقامت بأنشطة متعددة حيث أطلقت نداءاتها الإنسانية وبياناتها الحقوقية في 105 وقفة احتجاجية سنية في عدد من المحافظات. تنوعت فقرات الفعالية بين الوصلات الإنشادية والمقاطع التمثيلية والقصائد الشعرية التي عبرت عن مشاعر الأمهات وهن يكابدن الحنين ومدى ما يلاقينه من مشقة في ظل غياب أبنائهن الذين قيدت حريتهم وسلبوا من أبسط حقوقهم الأساسية. والله شعوري ما أعلم إلا الله، خلها على الله. أشعر بالحزن وأشعر بالوحدة وأشعر فكما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ونقول لما قال إبراهيم عليه السلام حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد اختتمت الفعالية بتكريم رمزي لأمهات المختطفين ووقفة تضامنية قصيرة للمطالبة بإطلاقهم وتفاعل الرأي المحلي والعالمي مع قضيتهم. يحضر عيد الأم وتغيب الفرحة، فلا معنى لعيد يأتي والأمومة مسجونة خلف القضبان مع ولد طال انتظار خروجه. محمد القليصي لقناة سهيل مأرب. نظمت السلطة المحلية في محافظة حضرموت اليوم حفلا خطابيا وتكريميا بمناسبة اختتام فعاليات عيد الأم والمرأة. وفي الحفل الذي حضرته أمهات وزوجات وبنات شهداء الواجب في النخبة الحضرمية والقيادات النسوية والنساء المبرزات في المؤسسات والمكاتب والمرافق الحكومية، قال اللواء الركن فرج البحسني، قال بأن محافظة حضرموت تنعم بالأمن والسكينة بفضل الأم التي قدمت أغلى ما عندها وهو الشهيد من أجل تحرير حضرموت وعزتها ورفعتها. وأوضح البحسني أن المرأة تلعب اليوم دورا مهما في عملية البناء والتنمية في مختلف مرافق العمل الحكومية والخاصة وفي التربية لبناء جيل المستقبل، مؤكدا على دور المرأة المتعلمة في محاربة الأفكار المنحرفة والهدامة وتعزيز تماسك المجتمع وتكافله وتجاوز المرحلة الصعبة. وأشار البحسني إلى أنه يجري العمل حاليا على إنجاز مشروع بناء مساكن لأسر الشهداء بعد استلام الأرضية الخاصة بذلك عرفانا بتضحية أبناء حضرموت. برعاية رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية الكابتن صالح سليم بن نهيد، أقيم يوم أمس حفل تكريم للعاملات والموظفات في مطار عدن الدولي. وفي الحفل أشاد نائب مدير عام مطار عدن الدولي بدور المرأة وإنجازاتها في مختلف مجالات الحياة. وفي الحفل تم تكريم الموظفات في برج المراقبة والإرصاد الجوي والجهات المنتدبة والجمارك والإيرادات والنفقات وعمال النظافة في مطار عدن الدولي. برعاية محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت وتنفيذ مؤسسة النماء الاجتماعية التنموية بالمحافظة، اختتم في مدينة الغيضة دورة تدريبية للمدربين، وشارك فيها 24 متدربا ومتدربة تم اختيارهم من قبل مؤسسة النماء وفقا لما يمتلكونه من قدرات ومهارات في الاتصال والتدريب. واستمرت الدورة لأكثر من أسبوعين، تلقى خلالها المشاركون العديد من البرامج وطرق وأساليب ووسائل التدريب الحديث. أولا نشكر الشيخ الأستاذ راجح سعيد باكريت على دعمه المعنوي قبل المادي، فهو من شجعنا، من أخذ بيدنا، من جعلنا نطمح أكثر وأكثر من خلال تشجيعه لنا، دعمه لنا. وأيضا المؤسسة تسعى إلى الشراكة بين أغلب المؤسسات والمكاتب في المحافظة من حيث عمل مشاريع مشتركة، عمل دورات تأهيلية من حيث التخطيط، من حيث أكثر من بأكثر من جانب. وهو نحن اليوم نقف في نهاية
ختامية دورة تي او تي الجانب النظري الذي استهدف 24 من المتدربين سواء كانوا من الإناث أو الذكور. وجاءت هذه الدورة والتفكير في هذا الجانب وهو حاجة المحافظة الكم من المدربين من أبناء المحافظة نفسها لكي يكون لدينا استكفاء ذاتي. هؤلاء هم من سيمثلون التدريب بإذن الله تعالى مستقبلا. نأمل أن نكون قد هذه المسؤولية وأن نكون فريق ذو خدمات يعني ذو خدمات تسعى لتطوير المحافظة وتسعى لتطوير محافظات أخرى ونحن جميعا لخدمة الوطن. استفدنا من هذه الدورة بشكل كبير صراحة. اليوم في آخر يوم الختامي للنظري غير اليوم الأول اللي دخلنا فيها وشاركنا في هذه الدورة، استفدنا بكثير من المعلومات والمهارات. ونفس الشيء نشكر مؤسسة النماء شكر لأنها هي من دعمت وقامت بكل الجهود في هذه الدورة وعرفت يعني أتت بمدرب دولي لتدريبنا. ونشكر الأخ المحافظ راجح سعيد بكريت على الدعم المستمر في قطاع التنمية والموارد البشرية وتأهيل الكوادر. نشرتنا انتهت وهذا تذكير بأهم عناوينها. رئيس الجمهورية: الميليشيا الحوثية في طريقها للاندثار وستحاسب على كل الدماء التي أهدرتها. رئيس الوزراء: السلام الحقيقي يبدأ بإزالة الانقلاب وكف يد إيران عن التدخل في شؤون اليمن. قوات الجيش الوطني تحرر مرتفعات هامة في جبهة كرش وتتقدم غرب مديرية ناطع بالبيضاء. في ختام هذه النشرة لكم مني أطيب المنى. يمكنكم متابعة برامجنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام. في رعاية الله.